السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله ومرحبا الجميع. اليوم إن شاء الله بسيناكم وصفة طحين بدبس التمر. هذه المكونات اللي نحتاجها حق الوصفة بدون إضافة سكر. عندي طحين، وعندي أيضا دبس التمر، سمن، هيل وزعفران. في البداية حطيت القدر وحطيت عليه ماء، الحين بضيف الدبس. حرك لحد ما يتجانس الدبس مع الماء. نحاول نصفي عن الرغوة، نشيلها بهذه الطريقة أو بالمشخل. سخن معي الخليط، الحين بتركه على جنب. سخنت قدر ثاني، بحط الطحين. بسم الله. نحرك الطحين باستمرار لحد ما يتحمر معي. حمس الطحين بالشكل المطلوب، شوفوا تبارك الرحمن. الحين بضيف الخليط. شوفوا تبارك الرحمن كيف تغير اللون بعد ما حطيت خليط الدبس. الحين نستمر في التحريك، بس في خطوة يفضل ان ننخل الطحين قبل ما نحط الدبس عشان ما يكون في تكتلات، لانه بيكون علينا صعب اثناء التحريك. ان شاء الله كل هالتكتلات راح تروح. الحين ان شاء الله راح اضيف السمن على مراحل. هذه أول مرحلة. بسم الله. شوفوا تبارك الرحمن كيف صارت بعد الطحن. الحين بضيف آخر كمية من السمن. حط الهيل. والزعفران. خلاص كذي صارت جاهزة. شوفوا تبارك الرحمن اللون والقوام المطلوب.
شاء الله تبارك الرحمن، هذا شكل النهاية وصفتنا اليوم، علينا وعليكم بالف عافية. هذا الحين وقت تقرب خلينا نقرب معكم، شوفوا تبارك الرحمن القوام ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الطعم، الطعم رهيب، طريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة، إن شاء الله أنكم تقربوها وتعطوني رأيكم بكل صراحة وأمانة. شيء ثاني بإمكانكم تستبدلوا السمن بزيت زيتون، أكيد بطلع خيار صحي وبنفس الوقت حلو، يعطيكم العافية.